التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كارن فيلتشر المديره الاقليميه لمكتب برنامج الاغذيه العالمي بالقاهره التابع للامم المتحده وذلك خلال مشاركتها في الدوره الرابعه من منتدى شباب العالم. ورحب رئيس الوزراء بمشاركه برنامج الاغذيه العالمي بمنتدى شباب العالم مشيدا بالتعاون القائم بين مصر والبرنامج. تناول اللقاء ملفات التعاون بين مصر والبرنامج الاممي كما رحب رئيس الوزراء بالتعاون مع البرنامج في دعم المبادره الرئاسيه حياه كريمه